بسم الله الرحمن الرحيم. about the duration of epidural injection. Many patients ask me about the duration of epidural injection. I say that there is no rule. Some patients may get a benefit for 1 month, maybe 6 months, maybe 1 year, maybe more than that. Maybe the epidural injection maybe need to be repeated. Today I have a case. I have done epidural injection for her since seven years. She has got a great benefit, and till now she has no need for another epidural injection or interference. That is the patient. ازيك يا حاجه؟ ده بيشن. الف سلامة. الله يسلمك. طول. انت عامله حاجه في خرط بقالي كام سنه دلوقتي؟ اباوي 2012. 2012 دلوقتي 2019. اه. باين بقى الحاله كده من الاستيشن شكلها تعبانه ومش قادره ولا امشي ولا اي حاجه. سين 7 ييرز اي هاف دان. حسيت تعبانه بعدها قد ايه؟ يعني هو بيجي كل فتره كده في الشتاء بقى. لا حسيت حاسه بعد حاجه قد ايه؟ على طول والله. بين سب سايد. اللي شيء از ناو. وما شفناكش بقى خلال السبع سنين دول خالص. لا. اي حد بس هو انا مش على فيتامين بي 12 سام انا جزيت باتشي دي حاجه بسيطه تمشي كويس يعني انترفيرنس اور انذر ابيديورال انجكشن شي كان ووك فريلي وداوت اني مانيفيستيشنز شي از فيري هابي فروم ذا بيتشن اوف ابيديورال انجكشن ناو شي از كامينج فور ذا يعني انا كنت خايفه انذر ريزون اي وجعت يا ولا على طول يوم ما يلا تقول لي حاجه لكن حسيت بوجع في الحقنه يعني نفس لا جيت اشورنس اباوت ذا بينيفيت اوف ابيديورال انجكشن especially for this old age female patients and advice to you. الله يسلمك. السلام. الله يسلمك. انت عامله حاله في خرط بقالك كام سنه دلوقتي؟ من 2012. 2012 دلوقتي 2019. ايه بقى كنت حالتك ايه قبل الحقن كان شكلها ايه؟ تعبانه وما كنتش بقدر اعرض ولا امشي ولا اي حاجه الحمد لله بقت كويسه. على طول بعد حسيت تاثير بعدها بقد ايه؟ يعني هو بيجي كل فتره كده في الشتاء بقى. لا يعني حسيت تحسن بعد الحقن بقد ايه؟ على طول والله كنت كويسه. وما شفناكش بقى خلال السبع سنين دول خالص. لا ما رحتش لاي حد بس هو انا باخد مشعل البقر اللي هي اللي انا بقول لحضرتك فيتامين ب ده مقويات وباتن مرهم بتاعي مسكن حاجه بسيطه وتقدري تمشي كويس يعني بمشي.